موبايلك في اي وقت ممكن تلاقيه بيستعبط شويتين فتحس انه فيروس. فخلينا نقول ازاي تعرف ان موبايلك فيروس وازاي تحل المشكله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. موبايلك ممكن تلاقيه في اي وقت كده بيهزر هزار سخيف ما بين انه يتقل او يلاج او يرستر، ما تبقاش عارف لبسه عفريت ده بقى ولا اتجن ولا باظ ولا حكايته ايه. فخلينا نقول ان في علامات ودلائل كده بتعرف منها اذا كان الموبايل ده يعني تعمل له زار ولا تشغل له قران ولا فيروس ولا باظ ولا حصل فيه ايه بالظبط وتعمل معاه ايه. بس قبل ما نبدا روح اتفرج على الحلقه اللي هيظهر لك اقتراحها فوق هنا وهنسيبها تحت في الديسكريبشن بوكس، ودي اتكلمنا فيها عن الموبايلات والتحديثات، سواء الموبايلات اللي مش بيوصلها تحديثات اصلا او الموبايلات اللي بعد ما يوصلها تحديث بيحصل فيها مشكله، بحيث لو الموضوع عندك ليه علاقه بالتحديثات مثلا او وصل لك التحديث والمشكله دي ظهرت تمشي على الحلول اللي قلناها هناك، ولو انت ما وصلكش تحديثات فكمل معايا هنا على طول مش لازم تروح تتفرج هنا خالص. اول واهم الاسباب اللي سهل تعرف منها واللي محدش هيعرف منها غيرك هو فتح الروابط، ودول مرشحين في كل حته على الانترنت، يعني فيسبوك، واتساب، انستجرام، سناب شات، تويتر، اي مكان. ودول بيكونوا عباره عن روابط كده بتتبعت لك من غير لائحه ولا دستور بمسابقات بقى او بغيره، حاجات مريبه كده بتتبعت مره واحده، ممكن تكون بتتبعت من صاحبك اللي عمره ما يبعت لك حاجه بالطريقه اللي مكتوبه بيها دي، بتكون حاجات فعلا مريبه. فلو انت فتحت حاجه منهم سواء بقصد او بغير قصد وفجاه موبايلك بدا يسخف معاك فكده ممكن يكون حصل في حاجه. وفي حلقه كنا اتكلمنا فيها زمان قوي عن طرق معرفه لو الروابط فيها مشاكل، هيظهر لك برضو اقتراح الحلقه فوق هنا وهنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس، بحيث تروح تتفرج عليها وتشوف الروابط اللي تقدر تستخدمها او الطرق اللي تقدر تعرف منها لو في رابط في اي مشكله. وما تركزش هناك على التقديم خالص، ركز على المحتوى. لو الموضوع متعلق بشغل مثلا، لو بيتبعت لك روابط فيها نماذج تعمل زيها، لو حد بيرفع اي مثلا شغل او اي نموذج على اي موقع ويجيب لك الرابط، فانت اكيد لازم تحتاج انك تعمل تشيك على الرابط ده قبل ما تفتحه. وخلينا برضو نبص لنص الكوبايه المليان، ان لو الموضوع مسابقه فعلا فهو تطلع بمصلحه، ولو الموضوع طلع عباره عن فيروس او رابط متهكر او حاجه زي كده تلف وترجع تاني ومش هتخسر اي حاجه. نرجع لموضوعنا الاساسي، ازاي تعرف ان موبايلك فيروس وازاي تحل المشكله دي. اول حاجه هي الاعلانات المنبثقه، ودي اللي هي الاعلانات اللي بتظهر مره واحده قدامك كده، وفي منها نوعين: الاعلانات الخاصه بالموبايل او الخاصه بنظام التشغيل زي ما بيحصل مع انفينكس ومع شاومي اوقات، ودي تقدر تقفلها من الاعدادات وبتختلف الاعدادات بتاعتها حسب كل موبايل او حسب كل موديل. بينما في النوع التاني اللي احنا نقصده بقى من الكلام بتاعنا النهارده، وهو الاعلانات اللي من خلال المتصفح اللي هي الادوير او البرمجيات الضاره، ودي تقدر تقفلها من شويه خطوات سهله وبسيطه، انك بتدخل على المتصفح نفسه وبعد كده بتدوس على الثلاث نقط اللي موجودين فوق، وبعدين بتختار الاعدادات او السيتنجز، وبعدين في عندك السايت سيتنجز او اعدادات الموقع بيكون في جواها اختيارين، واحد منهم اللي هو البوب ابس اند ريدايركت اللي هو النوافذ المنبثقه واعاده التوجيه مثلا، وفي واحد تاني اسمه الادز او الاعلانات، ودول بتدخل عليهم وتتاكد انك قافلهم، ولو هما مقفولين بتفتحهم وتقفلهم مره تانيه. وفي خطوه تعملها علشان تعمل بس زياده تاكيد، وهي انك بتدخل على الاعدادات وبعدين التطبيقات وبعدين تدخل على تطبيق جوجل كروم وتعمل مسح لذاكره التخزين المؤقته او الكلير كاش، بحيث انه بيمسح لك اي ذاكره تخزين متعلقه باي حاجه انت دخلت عليها بما في ذلك الروابط اللي ممكن تكون كانت فيها الفيروس. وفي خطوه زياده ضافها جوجل كروم اسمها السيفتي تشيك او الفحص الامني مثلا، ودي بيعمل فحص جوجل كروم نفسه عن شويه حاجات من الحاجات اللي موجوده جواه، بس واحده منهم بتكون السيف براوزنج او التصفح الامن، فدي ممكن يعمل بحث كده او فحص سريع بحيث لو الموبايل فيه مشكله في التصفح او لو التطبيق مثلا عامل مشكله مع اي فيروس دخل عليه او حاجه زي كده هو بيعمل له فحص ويقول لك النتيجه بتاعته. تاني حاجه الرسائل السخيفه اللي بتوصلك بالخصم، ودي بتبقى رخمه جدا خصوصا لو انت عامل مثلا باقه وبتشحن كل وقت محدد، فتيجي تشحن فتلاقي جزء من رصيد اتخصم، ودي بتكون نتيجه انك ضغطت على اي رابط او لو انت على موقع معين والموقع ده فيه اعلانات بس من النوع الرخم اللي هو بيفتح لك روابط جانبيه، فتلاقي في الرابط ده ظهر لك يقول لك مبروك كسبت او دخل رقمك علشان تتابع مش عارف ايه او تعمل مش عارف ايه، فانت تروح مدخل رقمك بحسن نيه، هوب انت كده اشتركت في واحده من ملايين الخدمات الخاصه بالالعاب الاونلاين، حتى خدمه العملاء نفسه ما يعرفش هو ايه اللي انت اشتركت فيه. ومن بعدها تبدا تجي لك رسائل سخيفه جدا بانه تم خصم رصيد، ولانيا لانه ما يجيلكش رسائل اصلا، تلاقي الرصيد عمال بيخلص لوحده، بس محلوله برضو انك بتطلب الكود اللي وفره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي هو نجمه 155 شباك، وده كنا اتكلمنا برضو عنه في فيديو، لكن باختصار كده انك هتطلب الكود ده علشان يقول لك لو انت مشترك في اي خدمات ويقول لك ازاي تلغيها او يعرض عليك ان هو يلغيها لك على طول، بحيث انك بتطلب الكود ده وتلغي اي خدمات انت اشتركت فيها بالغلط وتريح نفسك من حوار خصم الرصيد ده خالص. تالت حاجه استهلاك البطاريه، غريبه شويه بس نقدر نقول انه في تطبيقات غريبه ممكن تتثبت على الموبايل من غير ما تاخد بالك، ومحدش يثبت حاجه زي كده بعد الحوار اللي حصل بتاع شير ات وكنا اتكلمنا عنه برضو في فيديو، هيظهر لك اقتراحه فوق هنا وهنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس، علشان لو التطبيق عندك الله يكرمك امسحه واستخدم البدايل لحد ما نطمن ونتاكد ان المشكله بتاعته اتحلت، فتلاقي فيه سحب غريب كده من البطاريه بشكل
مريب بشكل مش طبيعي، اللي هو البطاريه عماله تتشفط بشكل زياده عن الطبيعي اللي انت متعود عليه، وده بالاضافه طبعا اللي احنا قلنا عليه قبل كده. يعني دي نقدر نقول ان هي حاجه مش واضحه قوي، لكنها بتضاف للحاجات اللي قبلها اللي بتكون واضحه جدا. وفي الحاله دي نقدر نقول ان تطبيق البطاريه اللي على الموبايل هيساعدك تعرف استهلاك الموبايل او استهلاك البطاريه بيروح فين، بحيث لو في حاجه فعلا موجوده هيبقى ظاهره قدامك. وكمان اوبشن الفحص اللي بيكون موجود في الموبايل بيكون من امن وافضل واسرع الاوبشنز اللي موجوده من غير ما تحمل تطبيق خارجي، بحيث انك تقدر تعمل فحص الموبايل وتتاكد هل في مشكله في البطاريه وفي مشكله في الفيروسات مثلا ولا لا. رابع حاجه والنتيجه لتالت حاجه، وهي انك تلاقي تطبيقات غريبه موجوده على الموبايل ما تعرفش عنها حاجه. ممكن وارد طبعا زي ما قلنا معد موضوع شرقت، ما نستبعدش حاجه زي كده، احنا بنتكلم في فيروسات ملهاش كبير. المهم انك بتلاقي تطبيقات غريبه كده ظهرت على الموبايل ما تعرفش عنها حاجه، والتطبيقات دي توصل لمرحله عاليه من السخافه ان هي تكون بتشتغل في الخلفيه. فلو لقيت تطبيق انت ما ثبتوش امسحه على طول، وكده للاسف ممكن يكون فعلا في فيروس وصل الموبايل. ولو لقيت تطبيق انت مش فاكر انت ثبتته ولا ما ثبتتوش، زهايمر بقى والذاكره بعافيه وكده، امسح برده زياده التاكيد، وتابع باقي العلامات اللي قلنا عليها، بحيث لو بدات تظهر حاجه منهم يبقى كده للاسف ممكن ما تكونش انت اللي ثبتت التطبيق ده، وكده ممكن يكون الموبايل وصل له فيروس. خامس حاجه ريستارت او اعاده التشغيل، دي مستبعده اكتر بس بندرس كل الاحتمالات بقى. المهم انك بتلاقي الموبايل بيرستر لوحده، وده نتيجه لانه متحمل عليه زياده او انه متفيروس. فلو انت مثلا محمل تطبيقات كتيره وانت معترف ان الموبايل بتاعك شايل فوق طاقته، او لو عندك مشكله في المساحه ان مثلا موبايلك 64 جيجا وتلاقي بيقول لك المساحه الفاضيه 200 ميجا، فبديه ان الموبايل يبقى تقيل ويرخم معاك. او لو بعد تحديث زي ما قلنا في اول الحلقه، فدي كلها يعني اسباب وارد ان الموبايل بسببها انه يرستر. اما بقى لو مفيش اي حاجه من الحاجات اللي فاتت دي وانت اتاكدت وراجعت الموبايل وبرده مازال بيرستر، يبقى كده بصراحه ملهاش مبرر ولا عذر، وكده الموبايل للاسف فيروس، وساعتها عليك وعلى ضبط المصنع عدل. واخيرا بقى لو في حاله او اكتر مما سبق ذكره ظهرت على الموبايل والشك خلاص جاب اخر وعايز تتاكد، بس في ملفات كتير على الموبايل لدرجه انك تقول الفيروس اسهل يا عم انا لسه هنقل ده كله، تقدر تتاكد من خلال وضع السيف مود او الوضع الامن في الموبايل. وده وضع نقدر نقول انك بتشغل بيه الموبايل من غير التطبيقات اللي انت محملها، بيشتغل بالتطبيقات الاساسيه بس، بحيث لو لقيت الموبايل ما فيهوش حاجه يبقى كده الموبايل فيروس بس والموضوع بسيط. لو لقيت الموبايل برضه لسه فيه مشكله يبقى كده الموبايل محتاج يروح الصيانه او محتاج يروح للمحل مثلا، بحيث انه يراجع لك على الموبايل لو في اي مشكله. والوضع الامن ده بتفتحه من انك تقفل الموبايل خالص وتدوس على زرار الباور اللي يعلي الصوت دقيقه طويله، بيفتح معاك الموبايل، بتختار السيف مود. السيف مود وتقريبا الوضع ده ما بيظهرش معاك باللغه العربيه، بس لو ظهر بيبقى اسمه برضه الوضع الامن. بعد ما تفتحه وتتاكد سواء في الحاله دي او في الحاله دي وتعرف هتعمل ايه علشان تخرج منه، بتدوس على زرار الباور تقفل الموبايل، وبعدين تدوس على زرار الباور تفتحه عادي، فبيفتح معاك في الوضع العادي اللي انت متعود عليه. والنصيحه الاخيره اللي هنختم بيها هو استمرار نقل بياناتك الشخصيه والمهمه من على الموبايل لاي وسيله ثانيه، سواء فلاشه بقى او لابتوب، او على الاقل من خلال خدمات التخزين على الانترنت المختلفه زي مثلا جوجل درايف، او زي المساحه الخاصه بيك على السيرفر بتاع الشركه اللي هو المساحه الخاصه بحسابك، بحيث ان لو الموضوع لا قدر الله وصل لمرحله انك تعمل ده مصنع، فانت تكون نقل البيانات بتاعتك علشان ما تكسلش او تقول فعلا الفيروس اصل انا لسه هنقل ده كله، وهو برضو علشان تتاكد ان بياناتك منقول، علشان لو الموضوع وصل لمرحله ان الموبايل مثلا لا قدر الله يقفل منك خالص، لو الموضوع كبير قوي فوقتها تكون بياناتك منقولة في مكان تاني علشان ما تضيعش منك، او علشان لو البيانات متعلقة بشغل الشغل بتاعك ما يقفش. والنصيحة التانية انك ما تفتحش اي روابط خالص مهما كانت، يعني نعم في حلقة اتكلمنا فيها عن طرق معرفة الروابط، بس برضو علشان تريح نفسك من الصداع ده، الحدايه اكيد مش هتحدف كتاكيت وفجاه مش هتلاقي نفسك داخل في اي سحب على عربيه مثلا ولا على كمبيوتر ولا على موبايل ايفون من غير لايحم ولا دستور، فانت تريح نفسك وما تدخلش على اي روابط خالص علشان تضمن ان موبايلك دايما في امان بعيد عن اي فيروسات. وبكده تكون خلصت الحلقه، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وهيكون جنبها جرس ممكن تفعله علشان تتابع باستمرار اول باول. نلقاكم على خير.